طمعنا في دولة قطر وخاصة إلى سمو الأمير على المساعدة اللي تفضلوا بها. بطبيعة الحال الشكر موصول أيضا إلى أخي وشقيقي الشيخ خالد رئيس مجلس الوزراء القطري وإلى كل الشعب القطري على المساعدة اللي قدموها لتونس. فهل الظرف الصعيب هذايا اللي تمثل في مستشفى الميداني اللي طاقة الاستيعاب نتاعو 200 سرير، هذايا باش يكون يعطي دعم كبير ياسر للمنظومة الصحية في مواجهة كورونا على مستوى تونس الكبرى وعلى مستوى منظومة التعاطي مع جائحة كورونا. هذايا دلالة أنه الانتصار على الجائحة هذايا ما ينجم يكون إلا ما نبداو اليد في اليد الناس الكل في الداخل وفي الخارج. احنا قاعدين نشوفوا اللي تونس اللي كانت دائما الى جانب كل اشقائها والى جانب كل اصدقائها هي توزد ايضا في حاجه الى مساعده اشقائها واصدقائها وقاعده تلقى في اشقائها. فالوضع الصعيب هذايا نتيجه للمواقف المشرفه اللي ديما تتخذها تونس في نصره القضايا العادله وفي نصره ايضا اشقائها واصدقائها في الصعوبات اللي يمروا بها. الانتصار زاد يكون حليفنا وقت اللي في الداخل كل المتدخلين تكون عندهم معركة وحيدة هي معركة الوباء هذايا. احنا نشوف وقت اللي تضافرت جميع الجهود على مستوى جميع السلطات وقت اللي تتحرك الدبلوماسية التونسية على أعلى مستوى النتائج تكون موجودة. يعني احنا إن شاء الله الجائحة هذية قادرين على التغلب عليها وما فماش انهيار للمنظومة الصحية لأنه فما بطولات قاعدة تتحقق في المنظومة الصحية كل يوم. فما الجيش الابيض والجيش بالمعنى الليترال بتاع الكلمه كلهم موجودين في الميدان وكلهم قاعدين صامدين امام الجائحه هذيا. انتم تعرفوا اللي توا قاعدين رفعوا في نسق التلقيح، قاعدين نقوموا بالحملات المتنقله، قاعدين نمشيو للناس في ديارها، ماناش قاعدين نكتفيو بالمراكز اللي عددها يقرب للمئة توا باش كونا نلقوا المواطنين. والمجهود هذايا فيه اطباء القطاع الصحه العموميه، فما ابناء زاد القطاع الخاص من ابناء السلك الطبي، فما ايضا ابناء المؤسسه العسكريه، التوانسه الكل انخرطت في المجهود هذايا، فما زاد كذلك مكونات المجتمع المدني، فما توانسه ديزانونيم كلها قاعده تعاون بقدره الله به الديناميكيه الايجابيه هذايا باش نخلطوا وننتصروا على الوباء هذايا ونلقحوا الاكثر عدد اكبر عدد من التونسيين. وان شاء الله نكونوا استخلصنا الدرس من انه ما نجموا نواجهوا الصعوبات الا ما نكونوا متوحدين، الا ما ناجلوا والا حتى نلغيوا المعارك نتاعنا، لانه قداش تظهر هالمعارك هذه التافهه قدام ضروره المعركه الكبيره هذه اللي مع جائحه كورونا. انا ديما نقول ما فما حتى صوت يعلو فوق صوت المعركه ضد كورونا، ما فما حتى شرعيه وحتى مشروعيه لحتى طلب الا الطلب اللي قاعدين يقدموا به التوانسه بكونه في ضروره نوفروا لهم التلقيح، بكونه نوفروا لهم العلاج، بكونه نوفروا لهم الاكسجين. هذه معركتنا ومنتصرين فيها بحول الله.